مرحبا، أنا طارق الجندي من اعزف.com. اليوم رح نتعلم أغنية جديدة من الموروث الموسيقي الأردني اسمها برجاس. نيجي نتطلع على دليل المقام، في عندي سي نص بمول مي نص بمول، وهذا معناها إنها على مقام الرست. الميزان هو 2/4، بس ببلش عندي بضربة اللي بنسميها إحنا الأب بيت أو اللافاري. بنقدر نحسب زي كأنه في وراها إس عشان نقدر نعزفها. فلو إجينا نقرأ إحنا أول ثلاث موازير مع الأبيت هذا، بدها تكون بهذا الشكل: تي تا تت تي تا في تت تي تا. يعني كأني عم بقرأ إس تي تا تت تي تا في تت تي تا. أنا بالضبط وقفت عند المزورة الرابعة عند نغمة الدو، فبدها تكون بهذا الشكل مع النوت: دو فا فا مي فا مي فا ري دو. ترجع بتنعاد هاي الجملة زي ما أنتوا شايفين بالمزورة رقم 4، بتبلش بإس إس دو فا فا مي فا مي فا ري دو. فالجملة نفسها انعادت مرتين، نحاول نعزفها 1 2 S. S. فمنلاحظ هون انه في عنا نمط ايقاعي، يعني لو قرأتها من اول ده تكون بهذا الشكل 1 2 S دو فا فا مي فا مي فا ري دو، دو فا فا مي فا مي فا ري دو اس. بعدين نجي نتطلع على المزورة اللي بعدها. احنا وصلنا عند مزورة 7، ولكن بدنا نروح على قبليها اللي هي الدو. فلو احنا بلشنا من اول كمان مرة نعزفها للتأكيد 1 2 S. S. هلا عند الاس تي، من هون بدنا نبلش: اس تي تا تت تي تا تت تي تا في تت تي. نقراها مع النوات: اس دو سول سول لا فا فا سول مي ري دو دو. تكون بهذا الشكل 1 2 S. راح نشوف كيف انه هاي المزورة كمان بيكون في عندي نمط فيها بتنعاد. كمان مرة نعزفها 1 2 S دو سول سول لا فا فا سول مي ري دو دو. نيجي على مزورة رقم 10، مكتوب عندي تا تت تي تا تا تي في تا. قرأت بس لأول بيت، أول ضربة موجودة عندي في مزورة 9 10 11، بأول بيت في مزورة 11، فكانت عندي بهذا الشكل مع النوت: سول فا مي ري ري فا مي ري. كمان مرة 1 2. بعدين نفس الجملة بترجع بتبلش أبيت جملة جديدة: اس تي تا في تت تي تا في تت تي تا تت تي تا في تت تي تا في تت تي تا. راح تشوف انه هي جملة رجعت تكررت، كمان عبارة عن ثلاث موازير تقريبا بيرجعوا بيتكرروا. نقرأ من هون من عند مزورة رقم 9 10 11 12، من عند الأبيت 1 2. اس دو ري دو ري مي سول مي فا مي ري ري دو ري دو ري مي سول مي فا مي ري. حاول نعزفها 1 2. اس دو ري دو ري مي سول مي فا مي ري ري دو ري دو ري مي سول مي فا مي ري. الجملة اللي بعدها ببار 18 بعد الري اللي احنا وصلنا عندها: تا تي في تا تت تي تا تت تي تا في تت تي. تتكون بهذا الشكل: ري مي فا سول سول لا فا فا سول مي ري دو دو 1 2. كمان مرة 1 2. ري مي فا سول سول لا فا فا سول مي ري دو دو. وآخر ثلاث موازير: تا في تت تي تا تت تي تا فا تي في تت تي. ومنرجع منعيد من الأول لحتى نوصل عند علامة الفينالي اللي موجودة في الآخر. آخر ثلاث موازير: سول فا مي ري 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 فا مي فا ري دو. بدها تكون بهذا الشكل: تا في تت تي تا تت تي تا فا تي في تت تي. نقرأها مع الإيقاع: سول فا مي ري 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 فا مي فا ري دو. ونرجع منعيد من عند الفا.
خليني أعزف لكم إياها هلأ مرتين عشان نشوف كيف بتكون برجاز. 1 and